بسم الله الرحمن الرحيم جيل 2008 معكم اخوكم الاستاذ عبد الفتاح البرغوثي مدرس مواد اللغه العربيه على منصه موقع وتد التعليميه منصه اوائل المملكه لكم اليوم ببشاره صغيره يمكن اول واحد راح يبشركم فيها بعد الاطلاع على الخطوط العريضه لعناوين الدروس خلينا نحكي اللي راح تكون في منهاجكم منهاج اللغه العربيه يعني خلينا نحكي صار في متناول الجميع انه يكون قادر على تحصيل العلامة الكاملة عناوين الدروس كتير سهلة في متناول اليد في متناول جميع المستويات بشرط انك يا استاذ تكون حاط في بالك انك ناوي تجيب هاي العلامة فالمادة بنبشركم انها سهلة يا استاذ لكن كل سهل لازم يكون في نوعا ما بعض الامتناع ايش يعني امتناع يعني يا استاذ كل سهل بحاجة الى تخطيط حتى اقدر اوصل للعلامة الكاملة فيه وهاي الخطة اللي بدك تعملها على مدار السنة الدراسية اللي راح يساعدك فيها اكيد اخوك الأستاذ عبد الفتاح. فعشان هيك جاي اليوم لأجاوب على أكثر الاستفسارات اللي قاعدة بتجيني منكم حتى ان يعني نخفف من الضياع اللي أنتم عايشينه في هاي الأيام. بداية كيف ممكن أكون جاهز للمنهاج الجديد؟ طبعًا أستاذ كيف ممكن تكون جاهز للمنهاج الجديد؟ بكل بساطة بدك تحضر التأسيس اللي أنا بنزل لك إياه. وحتى ما تضيع عليك اي حصه تاسيس لازم تكون طالب من طلابي على الاقل على جروبات الواتساب على اساس استاذ انه اول باول كل فيديو بينزل للتاسيس انك تتابعوا معي وتطلب دوسيه التاسيس وكل هذا استاذ فقط من خلال الرقم اللي ظاهر امامكم بس ارسل له واتساب باسمك 0798520308 ودي له واتساب باسمك انا طالب جيل 2008 بدي تضيفوني على الجروب ومباشره يا استاذ راح يضيفوك وان شاء الله بعد هيك بتصير اول باول كل معلومه بنزلها تكون موجوده عندك على الواتساب اذا كيف ممكن اكون جاهز للمنهج الجديد بدك تكون طالب من طلابي يا استاذ تحضر التاسيس معي وتمشي خطوه بخطوه اذا اتقنت التاسيس اللي باذن الله راح يكون كثير سهل وكثير سفاح في نفس الوقت إذا أتقنته أنت قادر إنك تفوت على المنهاج شو ما كان صعب. شو محتوى المادة؟ عن إيش بتحكي المادة؟ عادة يا أستاذ مادة اللغة العربية اللي بتكون مشتركة لكل الفروع بنسميها مادة مهارات اتصال إحنا. مهارات الاتصال أستاذي اللي هي كيفية التعبير عن نفسك وإلى آخره، فراح يكون عندك نص بده تحليل زي قصيدة وشرحها، آية وشرحها، مقالة وشرحها. راح يكون عندك بعض القواعد كثير سهلة بعض المعلومات البلاغية بالإضافة للعروض والله أعلم راح يكون موجود عندكم على الأغلب راح يكون موجود فمادة خلينا نحكي ما بتعمقولكم لكم فيها كثير نوعا ما بتكون شوي طويلة يقال انه راح يدخلوا لكم في الامتحان الوزاري نصوص استماع ومحادثه وشو مكان اللي راح يجيبوا لك اياه في الاختبار الوزاري احنا يعني خلينا نحكي قادرين انه نحلل لك اياه ونبسطه بابسط الطرق تجيب فيه العلامه الكامله فضلكم مش قلقانين من مادة خلينا نحكي اللي داخل معك في الاختبار الوزاري إلك عندي إنها تكون سهلة بإذن الله متى أبلش؟ أكيد لما يبلش أستاذك يا أستاذ كل ما بلش الطالب أبكر كل مكان أفضل لإله واسأل طلاب الأجيال السابقة اللي راكموا على حالهم المواد بيجي وإنت قال والله أستاذ بعرف فلان درس قبل الامتحان بأسبوعين وجاب ثمانين لنفترض لنفترض الله يسر له مين يغشش وكذا هل طموحك الثمانين أستاذ يعني طموحك إنك تجيب ثمانين السنة من أولها أو أكثر من سنة إلا مبلشين ليش تضلك تأجل وتراكم على حالك بمجرد يا أستاذ ما المنهاج نزل أو قبل ما ينزل كيف يعني قبل ما ينزل يعني على التأسيس خلصت التأسيس راجع التأسيس التأسيس اللي بده ينزل لك إشي بسيط بعدين استنى المنهاج بمجرد ما ينزل باذن الله رح نبدا فيه مباشره مباشره دراسه تكون كانه بكره عندنا امتحان وزاري من خلالها يا استاذ ما تحتاج انك تضلك تراجع في مادتك يعني هي اللي بقدر اطمنكم فيه انه مادتنا بسيطه بامكانك تنزل عندي على الواتساب وان شاء الله معا نحو العلامة الكاملة أخوكم ومحبكم الأستاذ عبد الفتاح البرغوثي دمتم سالمين